10 احمر و10 اصفر اوكسيد. 10 اصفر واثنين جزيلة ابيض. ابيض بس. تمام يا ريس. سعد ايه يا حبيبتي؟ اعمل حسابك عيد ميلاد مامتي الثلاث اللي جاي. حاضر يا حبيبتي، هفضي نفسي يوم الثلاث. وتجيب هدية. احلى بوكيه ورد هيكون عندها. بوكيه ورد ده ايه؟ بقول لك هديه. ايوه، ما انا الورد ده مش هديهولها سلف، انا هديهولها هديه. الورد ده تهديه لواحده بتحبها. طب ما انا بحبها، ولا هي عشان حماتي يعني لازم اكون بكرهها؟ بقول لك ايه؟ ما تلفش وتدور عليا يا سعد، انا عارفاك كويس. عايزه ايه يا رشا؟ تجيب هديه ده. انت عارفه جرام الذهب وصل كام دلوقتي؟ ايا كان، ده شكلنا يا سعد. شكلنا قدام مين؟ دي مامتك، يعني لازم تقدر ظروفنا. واحنا بنشطب وبنوضب وبطننا مفتوحه. انت هتفضل طول عمرك كده تتخانق على الفلوس؟ وهي الفلوس دي بتيجي بالسهل يا رشا، الناس بتدفع الكوت عشان تجيب الفلوس. اوف، انا اتخنقت منك ومن بخلك يا اخي. يا رشا، رشا كانت ناقصاك انت كمان يا حماتي، ما كنت تاجلي يوم ولادتك شويه. العقد كله بالانجليزي امضي والعربي عادي يعني؟ امضي الامضه اللي انت عايزها. هنا سردائي بمعرفتكم. شكرا شكرا. عفوا كده تمام؟ لا تمام ايه؟ اديله الفلوس بقى. اديله الفلوس من غير اصرارات ولا شيكات ولا حاجه. ما انت معاك العقد اهو يا حاج. وانا هعمل ايه بالعقد؟ هشتكيه بالعقد يا حاج. قبل كده انا قلت لك دول ناس مضمونين، انا ضامنهم. طيب يا عم ناديه بلاش عصبيه. سيدة هذه هدية لكم. هدية لنا؟ شكرا شكرا. اعمل ايه بدي؟ اديني كده حاجة. اصل بصراحة يا حاج انا قلت لهم يعني ان انت لسه عريس جديد، فهم ادوك منشطات هدية. يعني فيجرا صيني، والله عنده سوق. ان شاء الله مردود لك في الفرح وهدعي لك، واول عيل هسميه سونج. طمني يا دكتور. زي ما قلت لكم قبل كده، الحاله حرجه جدا وبتستجيب للعلاج ببطء. والعمل يا دكتور؟ والله املنا في ربنا كبير ان قلبه يستجيب للعلاج بشكل ملحوظ. وده ممكن يحصل؟ هو ممكن، بس لغايه دلوقتي مفيش اي مؤشرات بتؤكد ده. ادعوا له يا جماعه، ربنا معاه ان شاء الله خير. يا رب يا رب يا رب يا رب الطف بيه. خلاص بقى يا رشا، مش هنقضي فترة الخطوبة كلها متخانقين. قول لنفسك انت دايما اللي بتكون السبب. انا برضو ماشي ماشي يا رشا، حقك عليا. لا انا مش هقبل على فكرة اعتذارك بالكلام يعني. امال بايه؟ بالافعال طبعا. طيب انا هجيب لمامتك هدية ذهب، ارتحتي؟ لا لسه. في ايه تاني؟ تاخد ماما تنقي هديتها وبنفسها. ايوه بس انا عايز اعملها لها مفاجأة. ده شرطي الوحيد لو عايز تصالحني. ماشي يا رشا، هاخدها وامري لله. حبيبتي يا دودي. ايه راي حضرتك في السلسله الحلوه دي يا حماتي؟ يعني مش قد كده. مش قد كده ازاي؟ دي رقيقه جدا. ايوه بس خفيفه. طب ايه راي حضرتك كده؟ ايوه كده تقيله وتملى العين. يعني عجبكي؟ ايه اللي عجباني؟ هو دي الحاجات التقيله الحلوه. يا سلام. سلام ايه بس؟ يعني مش ملاحظه ان يعني ذوقها بلدي شويه؟ بلدي مش عاجباها؟ احنا مالنا، ادفع وانت ساكت. وتعمل كام دي؟ دي تعمل لها 5000 جنيه. طب وانا ينفع ادفع بالفيزا؟ قوي قوي تحبطش. طب
مبروك يا حماتي. الحمد لله على السلامة يا حجوب. الله يسلمك يا مختار. السفرية كانت متوفقة الحمد لله. على الآخر. الحمد لله. البضاعة هتوصل آخر الشهر إن شاء الله. على خيرة الله. ده ماما هتفرح قوي لما تعرف إنك جيت بالسلامة. وهتكون قلت لحد إني وصلت. أنت عايز تعمل لهم مفاجأة. مفاجأة إيه؟ ده أنا هعمل لك أنت مفاجأة. إيه؟ أنت هتطلع دلوقتي على بيت نعمت. حبات عندها يومين. بعد كده تيجي انت تاخدني على اني لسه واصل من الصين. ايه رايك في المفاجاه دي؟ اذا كان كده ماشي. يعني انت لسه ما جيتش؟ يا زي ما تقول على وصول. طب تيجي بالسلامه يا حاج. الله يسلمك. الله يا حاج ده حلو قوي. دب ايدك دب ايدك، ده في حاجات كتير قوي جوه. حلو قوي يا حاج. ربنا يخليك ليا. معلش هما هناك قصيرين بس الحاجات دي ان شاء الله هتطلع مقاسي. يلا. وحلو قوي دي كمان. شفتي شفتي بقول لك ايه، ما تخشي بقى تلبسي لنا قميص النوم ابو ريش ده، انا عاوزك الليله تبقي نعامه. من عينيا يا حاج. تسلم عينيك يا جميل. ايه ده؟ انت مش جاي معايا ولا ايه؟ مش جاي معاكي؟ ده سؤال برضو. ما انا جاي من الصين اعمل ايه؟ طبعا جاي وراكي على طول. ايوه ليلتنا صيني بالصلاه على النبي. نيهاو. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور يا ماما. مش عوايدك ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ مش عارفه، مش جاي لي نوم. حاسه كده ان قلبي مقبوط. بتشر عليك يا ماما، في ايه؟ أهلا، انا جيت اطمن عليك يا حبيبتي. عايزه حاجه؟ تحرمش منك يا حبيبتي. طيب انا هروح اقرا قران شويه يمكن اهدى. تصبحي على خير. انتي من اهله. مش قادره نفسي. بتقول لي ليلى السيري؟ افتح لك الشباك يدخلك شويه. لا بلا يا حاسس ده يا ملك يا حاج. حاسس اني رحت بالسحب. روحك ايه؟ يا لهوي ملك يا حاج. ايه يا حاج؟ ايه؟ يا لهوي انت بتعمل كده ليه يا حاج؟ يا لهوي مختار مختار مختار. مرة كده. ايه؟ يا حجوج. الو. يا نعمة. واحدة واحدة مش فاهم حاجة. الحقني يا ابوك. ايه اللي حصل؟ ايه؟ الحقني يا مختار، ابوك واقع وما بينطش من الصعيد.